الألم ولا شيء زيادة عننا، لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم. كانوا شداة وسط العذاب ولا حتى نار تهمهم، وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا. تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا، أبطال وعاشوا وسطنا، أبطال وعاشوا وسطنا. أوبا بقى على الكلام الجامد، وأنا أقول أنت سافرت أمريكا ليه؟ أتريك بترتب على شغل جامد. وادي شير إلى صديقي العزيز شادي، ألف مبروك للخطيبين. شير يا معلم. شايف البروفايل بتاع مايكل؟ مشير خبر جميل قوي، الواد شادي خطب وخطيبته زي القمر. ألو يا ريمون، عرفت إن شادي خطب أول لما سافر؟ يا عم ده صوره مالية الفيسبوك كله. أيوة رانيا، ازاي؟ ايوه خالو، ازيك؟ ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله كويس. رانيا سمعت خبر غريب شويه. خير يا خالو؟ شادي اللي كان اتقدم لك، اللي سافر امريكا، اللي اتفقته ان هو لما يرجع من امريكا هتعملوا الخطوبه. ايوه ماله، جراله حاجه؟ لا 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 ما حصلش حاجه، بس انا سمعت ان هو خطف في امريكا. الو الو، هاي رانيا، رانيا انت رحتي فين يا حبيبتي؟ بس اهدي عشان تفهمي الموضوع. الموضوع كله سوء تفاهم. انا لما جيت امريكا اتصورت مع ساره اختي اللي ما شفتهاش من 10 سنين، وبعدين لما رفعت الصوره صحابي افتكروا اني خطبت. احنا بنعيش في عصر وسائل الاعلام وتوجيه الراي العام وشحن الناس للاقناع باي فكر او ترويج او اشاعه، والناس فعلا بتتاثر جدا باللي بتسمعه وبتغير موقفها 180 درجه. والغريبه ان كله بيدعي انه متاكد من المعلومات اللي عنده وانه هو بس اللي معاه الحق، وكتير من القادة السياسيين والدينيين بيمنعوا أتباعهم من التحقق من أفكار. وفي ناس عندهم مبدأ ولا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسيئكم. وفي حلقتنا النهاردة بنسأل ليه مش بنمتحن المعلومات اللي بنسمعها، وإزاي الإنسان يعرف الحق ويخرج من حالة التشويش الرهيبة دي اللي جواه واللي حواليه، وإيه هي المرجعية الثابتة اللي تخليه ثابت رغم كل الشكوك اللي حواليه واللي جواه، وهل يليق إننا نراجع الكلام وندور ورا الناس اللي هم محل ثقة زي رجال الدين اللي بيعلمونا طريق ربنا؟ كل إجابات الأسئلة السابقة هتكون محور كلامنا في حلقة جديدة من برنامج نزلنا، وعنوان الحلقة اسأل، وحنناقش الموضوع ده من خلال شعر وحوار شيق وترنيمة جميلة. لكن تعالوا في البداية خلونا نروح مع الشاعر والمفكر المسيحي نعيم عاطف ونشوف هيقول لنا إيه عن الموضوع ده. إعلام وكلام ودعاية كتير وإخداع، والكذب العلني على الشاشة أصبح أنواع، منه سياسي منه تجاري غرض استنفاع، لعب وتلوين رسم وتفنين، إن كان في بضاعة السوق أو كان في شؤون الدين. والناس الناس مساكين، الناس مساكين، تصغي وتسمع على طول، تخضع من غير تفكير، وتلاقي الفاس وقعت في الراس والجرح خطير، وساعتها بس بتندم، بس ندمها ملوش تأثير. يا صاحبي ما تغشش نفسك في اختياراتك، انت المسؤول عن قراراتك. ابحث وادرس، اسأل وافحص، وخصوصا في أمر حياتك اسأل ربك، اسأل ما تخافش، ده ربك هو الحق سبحانه بيعلن عن ذاته للي في قلبه أمانة وصدق. اسأل وسؤالك بأمانة هو اللي هيعمل في حياتك فرق. يا صاحبي ما تغشش نفسك في اختياراتك، انت المسؤول عن قراراتك. ابحث وادرس
اسأل وافحص، وخصوصا في أمر حياتك. ده كلام مهم وخطير جدا. لكن هل المسيحية ضد إنك تسأل وتفحص؟ هل في ناس زينا دوروا ووصلوا؟ هو ده اللي هنعرفه من خلال الحوار بين الشباب والدكتور ماجد عدلي. يعني يا شباب أي حاجة بتسمعها في الكنيسة بتصدقوها كده على طول؟ في الكنيسة؟ ما هو قال الأخ متأكد؟ الأخ طبعا الأخ ده واصل أصله. يعني لو الأخ متأكد قال كده تبقى أنت متأكد أنا صح. أصل هو دايما متأكد فإحنا متأكدين. طب وهو أي خبر حتى بتسمعه في أي مكان لو على الفيسبوك أو على أي أخبار برضه بتصدقه؟ لما هنتكلم عن الأخبار عموما فالإشاعات كتيرة قوي اليومين دول. فطبعا مش كل الخبر بنسمعه على الأخبار أو في الفيسبوك بينفع ناخده مأخذ الاعتبار. طب يا جماعة ده موضوع مهم جدا، يعني ايه انا اي خبر بسمعه مرات يأثر فيا واصدقه ومرة تانية ما اصدقوش؟ هو انتوا ايه اهم اخبار بتسمعوها وبتأثر فيكم؟ متهيألي اكتر اخبار مثلا في وقتنا ده مرتبط مثلا باللي بيحصل في البلد، اخبار سياسية حاجات زي كده، كل شوية نبقى قاعدين يا مين عمل ايه ونبقى قاعدين كده بنصدق اي كلمة بتتقال. بس انتوا بتكونوا وجهة نظركم بس نتيجة السماع الأخبار اللي انت بتسمعها. في بعض الحالات ما ببقاش قادر أنزل أتأكد بنفسي، يعني مش هنزل في نص مظاهرة بقى والضرب وكده وأشوف مين اللي بيضرب مين. يعني مش قصدي بس على مظاهرات، أنا بتكلم عموما برضه. عموما يعني أحيانا برضه عموما ما ببقاش قادر أتأكد بنفسي من الحدث، لأنه حدث عدى مثلا خلاص، مش حد حكالي على حاجة حصلت فأنا ما أقدرش أرجع بالزمن وأعرف هي حصلت فعلا ولا لا. لكن متهيألي إنه جزء كبير من المشكلة إن الأفكار اللي بسمعها وبصدقها بتأثر فيا وبتأثر في وجهة نظري وبتأثر في تصرفاتي. أصله بصراحة دلوقتي الحقيقة دايما نسبية، مفيش حق مطلق في أي حاجة حوالينا، كل حاجة فيها زيف كل حاجة. عشان أنا بعترض على كلامي، لو بنتكلم كمان بقى على التعليم كنايسي، تعليم بتاع المسيح، أنا على الأقل دي الحاجة الوحيدة اللي عندي ليها مرجع على الكتاب المقدس، فإذا دي الحاجة اللي أقدر أقول ده حق مطلق مش نسبي. أنا آسف أنا مش معاك، أنا حتى في دي بصراحة بشك. إيه اللي خلاها يبقى حق مطلق؟ عشان سمعتيها من حد في الكنيسه يبقى حق مطلق؟ لا، ما انا فعلا معاك في ده، انا مش مقتنعه ان فكره التعليم اللي بيتنقل لي من الكنيسه، ودي الكوارث اللي احنا كلنا بنعاني منها. يعني ممكن افضل متربيه من انا صغيره بسمع تعليم معين وببني عليه مبادئ وافكار ومواقف بعيشها في حياتي واكتشف ان انا خطا، بس ده برجع بقول انه احنا شويه مش بنحاول نتعب نفسنا في ان احنا ناخد كل حاجه متسلم بيها. يعني ده الحقيقه المشكله دي مشكله حقيقيه، لانه النهارده الشباب ما بيقراش ما بيدرس وبيعتمد على كل المعلومات بتاعته بيستقيها من الكلام اللي سمعه، فبينتج عنه الآية اللي بتقول في الكتاب محمولين وكل ريح تعليم، لو مرة سمعت حاجة يمين أمشي يمين وتاني يوم سمعت عكسها أتلخبط وأقول هو يمين ولا شمال. لأنه محتاجين كلنا صغيرين وكبار نبني وجهة نظرنا على الدراسة الشخصية بتاعت كل واحد فينا مش بس على السماء. بس حتى الدراسة الشخصية بتاعتي مش شرط تكون مظبوطة، لأن دليل على كده أن ممكن كذا واحد يدرس وكل واحد يطلع برأي. ليك حق، أندرو بيقول لنا حاجة مهمة، ممكن أدرس بطريقة معينة مش كاملة أطلع برأي مش كامل. وأنا أحب أرد عليك يا أندرو أقول لك الدراسة الحقيقية أنك بتشوف كل وجهات النظر، بتشوف الوجهات اللي بتأيد، بتشوف الوجهات اللي بتعارض، وانت بعد ما بتدرس الوجهتين النظر بشهادة الروح القدس اللي جواك تكون كونت رأي حسب الموقف. يقول كده مفسرا كلمة الحق استقامة، لا تروح مع دول ولا تروح مع دول. بصراحة يا دكتور ماجد في الحتة ديت مرات ممكن أبقى بسأل على حتة في الحق الكتابي ألاقي خمس إجابات مختلفة من خمس أشخاص موثوق فيهم جدا بس كلهم عكس بعض. طبعا وانا الحيران في النص، انا اللي بحصل ده ممكن يحصل، وعلشان كده واجب عليا اني اكون ليا المصادر اللي بقرا منها اللي انا متاكد انها صح، واقرا مصدر واثنين وثلاثه واتعب واسال. وحلو قوي كمان تدون، لان مرات تكون اقرا حاجه وانساها، لكن حلو انك تقرا وتكتب وتكون وجهه النظر بناء عن دراستك الشخصيه. ولما اجي اسالك انت ليه وصلت للراي ده تقدر ترجع للمصادر المراجع اللي انت رجعت لها الريفرنسز اللي انت قريت منها. لكن لما تقول لي انا سمعت واقول لك طب انت متاكد من اللي سمعته؟ تقول لي مش عارف. طب انا هتعب بصراحه عشان اعمل كده وهفضل اشك
بصراحة أفضل على طول أشك. بس عايز أسأل سؤال، هل ربنا يضمن إن طالما أنا بدور على الحق بإخلاص من جوايا إن هو يوصل لي؟ وإيه في الكتاب المقدس يعرفني كده؟ هو الرب قال كده: تعرفون الحق، الحق يحرركم. أي شخص أمين بيدور يعرف الحق، روح ربنا يقول كده هو يرشدكم ويعلمكم. يعني معلش، طب من شويه قلنا ان ممكن يبقى في خمس اشخاص بيطلعوا بخمس اراء، والخمس اشخاص يعني مؤمنين وكويسين. طيب يعني هل بالضروره واحد منهم بس هو اللي صح والاربعه التانيين مش مخلصين؟ لا، هو ممكن يكون في نقطه كل واحد وجهه نظر، مش لازم يكونوا متعارضين، لكن ممكن يكون الايه بتحمل اكتر من معنى. مش بشرط ان واحد يطلع غلط وواحد يطلع صح، تمام؟ لكن ده ما ينفيش اني اسأل واتأكد واعرف وادور. طب في شخص ممكن يقول انا ليه اسأل وادور لو احنا بنتكلم على التعليم؟ طب ما هذا دور الاب الكاهن او قسيس الكنيسة او الخادم، هم وجودهم ايه فايدته؟ هم موجودين عشان كده. الحقيقة ايمان الرأي ده رأي بيقولوا اغلب الناس فعلا، ورأي الناس دي بتتبنى مش حاجة بتاعتي ما بفهمش فيها، هم اللي بيفهموا فيها تتبناه عشان تستسهل، عشان تشيل المسؤولية من عليهم. ممكن يكون عشان أنا هم دول اللي بستقبل منهم، أو مقتنع بأن هي دي الطريقة المظبوطة أن أنا أعرف أنا استقبل منهم. خليني أقول لكم مثال بسيط. لو إحنا حاجزين في القطر هنسافر، تمام، والقطر ده ليه معاد معين، هل تأمني أن أقول لك القطر ممكن يجي الساعة 5 أو 6 أو 7؟ هدول يعني يجي كام بالظبط؟ مش عارف، أو حاجة من دول. أبسط حاجة، لو إحنا كلنا مسافرين في قطر ليه معاد معين، لازم كلنا نتأكد ان القطر ده يعني ما عنده بالظبط، صح. وفكره ان انت تروحي في المعهد الغلط عشان سالتي واحد قال لك معلومات غلط، ده لا ينفي مسؤوليتك انك تعرفي معهد قطرك الساعه كام. لا، ما هو بالنسبه لي انا عندي هم دول اللي انا بعرف منهم الصح، هم دول الاشخاص اللي بيبقى واثق فيهم، هم حق. مصدر ثقتي. ليك حق، لكن النهارده وسط التشويش اللي احنا عايشين فيه ما اقدرش احط مصدر ثقتي في بعض الأشخاص وعيش طول عمري كأني مغمض عينيا وماشي ورا ناس مع كل التقدير والاحترام ليهم، يمكن يكون ناس أفاضل ومعلمين أفاضل، لكن الحقيقة دوري أني زي ما كان أهل بيرية بيعملوا، بولس الرسول بشر بيرية، ومتهيألي ما فيش حد لا أخبر على دور الرسول بولس كمعلم ومبشر، لكن أهل بيرية عملوا إيه؟ كانوا فاحصين الكتب كل يوم، هل هو هكذا؟ عشان كده بيقولوا انه كانوا اشرف. ليه؟ كانوا ناس عندهم حس، ومش معنى كده ان هم شكاكين في كلام بولس، تمام، لا، كان عندهم طريقه عايزين يعرفوها، وايات معينه عايزين يعرفوا هل هذه الامور هكذا. يعني فعلا انا ليا الحق في ان انا ادور، يعني طبعا. مش بس الناس، يعني كل الناس ليا الحق في ان هي تدور مهما كان مستواها في الايمان او طبعا يا اندرو. طب انا واصل لي فكره انه الناس دي ما بينفعش ادور من وراها، يعني وكانه ده حاجه خطا، لانه دول بالنسبه لي ما ينفعش اتحقق من وراهم، يعني ما ينفعش اتاكد من اللي هم بيقولوه. ده انا ليا حق ان انا ادور، وليا حق ان انا اشك، وليا حق ان انا ارجع ورا كل واحد اشوفه صح ولا غلط. طب ازاي يوصل لي ده لو انا واصل لي غير كده؟ يعني انا بالنسبه لي لو القسيس بتاع كنيستي مثلا بشوف انه ده ممكن ادور من وراه، ده هو دارس اكتر مني في الكلمه مثلا في التعليم، مش عيب ان انا اشك، مش كده؟ مش عيب ان انا مش شايف ان هي غلط. يعني ده يوحنا المعمدان نفسه، يوحنا المعمدان اللي عمد الرب يسوع وقال هذا هو المخلص اللي جاي وهو ده الملك اللي هيملك، ولانا لست اهلا ان احل سيور حذائه، في يوم من الايام جه قال هل هو هذا هو الاتي ام ننتظر الاخر؟ ده انت اللي شفته بعينيك ولمسته بايديك، تسأل وبتشكك هل هو ده ولا منتظر اخر؟ ليك حق يوحنا المعمدان شك، انا ما شفكش؟ ليك حق. وبعدين سوري يا دكتور، انا ما اقدرش ابني يعني مصيري الابدي على تعليم حد ما احترمش شديد لي، ولو طلع في الاخر غلط انا او يوحنا المعمدان ده ما بيغلطش. طب ما يمكن دي كانت حركه يعني مش مظبوطه قوي، ما اعرفش، بس يعني لا، هو كان عادي ان هو يقول انه احنا واحنا في الجسد ممكن في وقت من الاوقات اتلخبط واحتاج تاكيد، ومش غلط ان انا اقدر اقول ان انا في وقت ده لازم اقرا اكتر واسال اكتر، مش غلط، تمام. الغلط العكس، ان يكون ملخبط ومش عارف انا رايح فين
او الايه دي معناها ايه بالظبط وعايش كده وخلاص، يمكن تنفع او يمكن ما تنفعش. بس انا بتهيألي انه الشك ده حاجه صحيه جدا، يعني بمعنى انه انا لما بشك في حاجه وبتخليني طول الوقت بلف حوالين نفسي وبفكر، ده بيخليني بدور وبيخليني افهم حاجات. ده صحيح. فاكرين يشوع في سفر يشوع صح 19 لما جالوا مجموعه من جبعون وقالوا له احنا جايين من مكان بعيد، اقطع علينا عهد ان انت ما تبقى لو فاق معاك وما تحاربناش، وهم كانوا بيضحكوا على يشوع، هم كانوا جايين من جنبه مباشره. ويتقال كده في الكتاب المقدس في سفر يشوع صح 19 من فم الرب لم يسألوا، يشوع ما رجعش يسأل الرب، قطع معهم عهد ان هو ما يحاربهمش ويعملوا مع بعض وفاء. ده الرب حرم الامر ده وقال له ما تعملش هدنه ولا وفاء مع حد من اللي حواليك، لكن لان يشوع ما رجعش يسأل الرب اضحك عليه. وانا مش احسن من يشوع ومش احسن من يوحنا النقدان. طب هو في فرق بين التشكيك والتاكيد ولا الاثنين معناهم واحد؟ يعني ان انا اتاكد، يعني هي بتقول التشكيك دي حاجه صح قوي كويس. لا مش معنى التشكيك ان انا كل كلمه تتقال ابقى شاكك فيها. ما هو ده التشكيك، هو ده الشك ده اللي انا بعرفه. لا مش ده قصدي. التاكيد بقى يبقى في فرق بين الكلمتين، لانه ده معناه ان انا شك في كل حاجه. لا انا مش قصدي نشك في كل حاجه، لو انا عندي موضوع معين وانا بشك فيه كتير او بفكر فيه كتير زي موضوع الايمان مثلا، يبقى بتحقق او بتاكد. اصلي اتاكد ده بيخليني أوكي. افكر وامشي ورا الحقيقه فين، خليني اطلع بره اني اكون باخد الحاجه من حد معين او من ده قصدي. طب برضه هرجع اقول هما الاثنين حاجه واحده ولا عكس بعض؟ الفرق في يعني المصطلحات. طالما في شك يبقى في تاكيد، وطالما في تاكيد يبقى في شك. انا شاكك في حاجه يبقى مش متاكد منها فبتحاول اتاكد، فالاثنين اوكي يعني نفس الفكره. اوكي انا عايز اقول لكم انه من القرارات المهمه المصيريه هي مثلا قرار انا باني خلاصي وحياتي الابديه على ايه. فاكرين المثل اللي الرب قاله انه في واحد بيسمع ويعمل يشبههم رجل عاقل بنى بيته على الصخر، جاءت الانهار هبت الرياح فثبت ذلك البيت، وواحد تاني جاهل بنى بيته على الرمل ولما جت الانهار والرياح سقط وكان سقوطه عظيم. النهارده عايزين نعرف ايه الاساس، الصخر اللي اقدر ابني بيه حياتي مستقبلي الابدي خلاصي انا بنيه على ايه؟ يتقال في الكتاب المقدس عن من هو الصخر، يقول كده الصخره تابعتهم والصخره كانت المسيح، ويتقال عنه في حته ثانيه هو صخر الدهور. هل انا باني حياتي الابديه وخلاص على عمل المسيح اللي هو صخر، ولا بنيه على اعمالي الشخصيه او شويه حاجات سمعتها؟ ممكن يكون حد من اللي في الكنيسه قال لي لو انت اتناولت ودفعت العشور وصمت كل الصيامات وكنت بتعمل اعمال خير خلاص اضمن السماء. وانا عشت طول عمري مصدق انه هي دي طريقه السماء، وفهمتش انه ليس باحد غيري الخلاص لانه ليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص، هو اسم يسوع. يسوع اللي يقول انا هو الباب. ما فهمتش ان انا لازم ابني مستقبلي الابدي على عمل المسيح الكامل اللي هو الصخر، وابتديت اعيش حياتي المسيحيه بعمل شويه اعمال صالحه لكن فاهم ان هو ده كل اللي اعمله. الحقيقه لما يجي اليوم الاخير ويبقى هو ده القضاء اللي هبت الرياح وجات الانهار، الشخص اللي ما بناش حياته على المسيح هيسقط وهيلاقي نفسه اتضحك عليه طول عمره. الشخص التاني اللي بنى حياته على صخر الدهور هيقول له انت، هيفهم ساعتها انه فعلا المسيح الحاجه الوحيده اللي اقدر اعتمد عليها والطريق الوحيد للنجاه. طب ما اوقات بيوصلي عن المسيح اصلا حاجات غلط، فيبقى انا معناه مش هسمع عنه بقى او اي حاجه بسمعها ارجع له هو بقى. بالظبط كده، اعرفه بالظبط. ممكن اكون سمعت عن حد، يعني اعرف ناس كتير مشوهه عندهم صوره المسيح اقعد معاه. سوري اسفه اني بقاطع، بس بعرف اشخاص كتير صوره ربنا نفسها وصوره المسيح مشوهه عندهم من اللي سمعوه واوقات من اللي شافوه. الحقيقه ده مسؤوليه الشخص نفسه ان هو ما يسيبش نفسه انه يستقي كل المعلومات يبني عليها حياته على شويه تعاليم سمعها في حياته.
حته. طيب لو ده اللي انا اتعودت عليه ازاي اغير قناعاتي؟ يعني لو انا متعود على الطريقه دي في حياتي طول عمري باخد كلام من الاخوه اللي بيخدموا مثلا، ازاي بقى اغير قناعاتي وابتدي اقتنع بان لا ده يعني، لان الموضوع بيبقى صعب لان انا متربي على كده مثلا من صغري. اولا احنا محتاجين كلنا ان احنا يبقى لنا دراسه حقيقيه في الكتاب المقدس، محتاجين كلنا نعيد حساباتنا في اللي بنسمعه، لان مرات كتير قوي بسمع اخبار بتاثر على سلوكي ورد فعلي. فاللي احنا عايزين كلنا نتعلمه النهارده ازاي كل واحد فينا يبقى زي اهل بريه فاحصين الكتب، مش كل شهر ولا كل سنه، كل يوم. هل هذه الامور هكذا؟ مفيش مانع نقعد مع بعض كاصحاب بدل ما نقعد نهزر او نقعد نروح ناكل في حته، ايه المانع ان نتعود على حاجه جديده؟ نقعد ندرس، تقول لي انت دورت فين وانا اقول لك دورت فين، نصلي مع بعض والرب يرشدنا. عايزين نغير اسلوب حياتنا علشان نبقى اشخاص مختلفين فعلا، مؤهلين ان احنا نبقى مرتبطين بملكوت مختلف مش ملكوت ارضي ندور بس كل اللي علينا هناكل ونشرب ونفسح. ازاي؟ قول لي خطوات عمليه انا النهارده من هنا ورايح، اي حد هيقول لي حاجه ايا كان بقى تعليم خبر بيقولوا لي، ازاي اكون بتاكد منه وازاي يبقى عندي الاستعداد ده؟ يعني انا متهيالي احنا ناس محظوظين جدا، لان العصر بتاعنا هو عصر ثوره المعلومات ببساطه. تقدري زمان كنا بنجيب كتب قد كده، دلوقتي بقت السوفت كوبي للشروحات الكتاب حتى على سي دي هاي ببساطه. دي مش محتاجه تجيب كل الكتب دي، انت ممكن تتبادلي السي دي هاي انت واصحابك، تبتدوا مع بعض تتعلموا ازاي تبحثوا في الكتاب وتطلعوا ايات واضحه تايد او تنفي الافكار اللي انتوا بتبحثوا فيها. فالحقيقه النهارده في ثوره المعلومات، في وجود الانترنت، في سهوله ان انا على الموبايل بتاعي لو انا مستني في مكان انتظار اقدر اعمل سيرش واقدر اوصل للمعلومه. فانصحك واقول لنفسي واقول لكل الناس احنا محتاجين نستثمر الوقت اللي بنقضيه بدل ما نقضيه في حاجات اقل اهميه، ونشوف اخبار الناس ونشوف اخبار الحقيقه فايده كبيره. فاكرين الرسول بولس قال لتيموثاوس حاجه حلوه قوي، قال له داوم لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لانك ان فعلت ذلك تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا. فلو انا واصحابي ابتدينا نعمل الحكايه دي احنا نفسينا هنستفيد، بس كمان الدايره اللي حوالينا اللي نقدر نوصلها ونساعدهم هم كمان هيتعلموا. نفسي اقول لكم ربنا يبارككم، نفسي نبتدي كل يوم فعلا ناخد خطوه للامام. نفسي السيديهات والمصادر دي موجوده، الكتب اللي فيها ترجمه تفسيريه او الكتاب المقدس اللي هو فيه شروحات ما بقى متوفر، بس احنا محتاجين ناخد زي ما انت قلتي خطوه، لازم كل يوم ناخد خطوه اكتر، لازم نتسلح بنيه الاجتهاد، لازم نبقى زي اهل بريه فاحصين الكتب كل يوم. ربنا يبارككم، كان وقت رائع. نفسي كل واحد فينا نشجع بعض ونساعد بعض علشان كل يوم ناخد خطوه للامام في دراستك. امين. مسير. عرفنا اننا محتاجين اننا نجتهد في دراسه كل حاجه بنسمعها او معلومه بتتوجه لنا، لاننا عايشين في مجتمع صعب مليان تشويش، ومسؤولياتنا الشخصيه تكوين راي خاص بعد ما نتعرف على كل وجهات النظر الثانيه. وعرفنا كمان ان ربنا بيقدر اخلاصنا في البحث عن الحق، وهو الوحيد اللي يقدر يرشدنا للحق لان هو نفسه الحق، زي ما حصل معنا زينا اهل بيريا مثلا اللي كانوا بيدوروا بانفسهم ويتحققوا من صحه كلام الرسول بولس ليهم، والكتاب المقدس مدحهم على كده. وملكه سبا اللي بحثت عن الحق لما سمعت كلام كتير عن سليمان ولم تكتفي باللي سمعته، ولما قابلت سليمان قالت ان النصف لم تخبر به. عزيزي عزيزتي، الشك مش غلط، خاصه في المسائل المصيريه والقرارات الهامه، واهمها هو مصيرك بعد الموت في الابديه. وهنا انت محتاج مرجعيه ثابته، وهو المسيح صخر الدهور وعمل المسيح في الصليب، وده اقوى من اي شك او حيره،
وخلي بالك إن علينا أن نستغل التكنولوجيا صح، مش إن هي تبعدنا عن البحث والقراءة، ولكن إنها تسهل لنا البحث عن المعلومة، وبكده نكون عادة عندنا في البحث ومشاركة الآخرين في الاستفادة بنتائج التساؤلات والإجابات اللي إحنا بنفسنا طلعناها. هنسيبكم مع آخر فقرة هنختم بيها حلقتنا النهاردة. هنسمع ترنيمة جميلة بتقول إلهي مش من حجر. نتقابل في حلقة جديدة من ناس زينا. ربنا معاك. ولا في التراب موضوع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي إلهي حي قادر وملهش زي ده. إلهي إلهي حي قادر وملهش زي. واسمه الرب يسوع، واسمه الرب يسوع. صلاتي ليه عند الثقة أنا فيه. سامع لكل صراخي حتى الأنين مسموع، حتى الأنين مسموع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي حي قادر وملهش زي. إلهي إلهي حي قادر وملهش زي. واسمه الرب يسوع، واسمه الرب يسوع. في الشدة لما ندي حالا يمد إيدي. في الشدة لما ندي حالا يمد إيدي. بيداوي كل جراحي ويمسح كل دموع، ويمسح كل دموع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي إلهي حي قادر وملهش زي ده. إلهي إلهي حي قادر وملهش زي. واسمه الرب يسوع، واسمه الرب يسوع. هو الراعي وحدي والمرعى وشبعي فيه. هو الراعي وحدي والمرعى وشبعي فيه. يملا كل احتياجي حتى في زمان الجوع، حتى في زمان الجوع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي إلهي حي قادر وملهش زي. إلهي إلهي حي قادر وملهش زي. واسمه الرب يسوع، واسمه الرب يسوع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي إلهي حي قادر وملهش زي ده. إلهي إلهي حي قادر وملهش زي. واسمه الرب يسوع، واسمه الرب يسوع.